باقونا هنا غصب عنهم. هاي به شدا زين شدا زين. ولا بعد البنك الوطني نشوف شدا زين. تعالوا يبا تعالوا تعالوا. طلال البحيري الله بالخير. باقون باقون طبعا هذا كالعادة العادة يكون داخله بكرة وإبرة. لا تحاتم عندي داخله بسكوت. وأول شيء أبي أفتحه البنك الوطني شوف شداز. أوه يا عمري الوطني شكرا على العيادي. شكرا 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 اللي يبي حياه الله يا رب. زين هذا شنو سيلكتس جيفتس فيجرز تويز. أوه لعبتي 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 شنو. يا سلام يا سلام يا سلام. ها شنو بعد. الله 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 هذا شنو الأسود. أخ 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 أخ. الله اللي داز لي إياها يفهم يفهم. شكرا شكرا هذه الأصلية. شكرا شكرا. انت راح تدشين التجوري. يلا حبيبتي الحين عاد نجي للكبير. شير شنو شير منو شير ايش موضوع شير. طبعا نرحب معانا على الخط ابو علي. هلا بالحبيب نور المكتب. يا هلا بوجودك. ما اسمع بوجودك حبيب. وصلت عيديتك ابو علي. وصلت والله وصلت. عليك بالعافيه ابوي اول واحد والله طمني. سلم على الوالد حبيب. شير عاد هذه عطور حبيبي وصديقي دعيج المحيسن بركة. طبعا عطرين سي ولافي. شوف حتى الأسامي سي ولافي. لحظة ليش مكتوب لحظة لحظة. يا دعيج يا دعيج المحيسن داز الإنجليزي ليش دز عربي يا أخي. شير يور لوف شارك حبك. ماكو مشاركة الحب لشخص واحد فقط. طق طق حاط لك عطرين. عطر هذا سي رجالي ولا في نسائي. وعنده العكس عنده لا في نسائي الكبير ويكون سي رجالي الصغير. يعني تشتري حقك حق أم العيال. أم العيال تشتري حقها يطلع لها واحد حق أبو العيال. نشوف عطرك أنت. أنت عاد ذرب من يومك وأتوقع أن لا لا العطر ما شاء الله واضح انه فيه برقموت. يعني هذا الشيء اذا موجود باي عطر تاكد مليون بالمئة انه جبار. لا ما شاء الله. وهذا البوكس الذرب تشوفون ايش حالاته شير. انا احب اقول قيمه السلعه 25 دينار. تبيها حقك زين تبيها هديه حلو. السناب القادم ارفع الشاشه واطلب. عليكم الف عافيه. العطر الاول 100 ملي وهذا 30 ملي. طلبت رجالي يعطيك نسائي صغير. طلبت نسائي يعطيك رجالي صغير. وشير شير يا الحب شير. واصلني المكتب هذا الكتاب الفخم اللي فيه خلفية صورة الشيخ زايد الله يرحمه. السيد طلال البحيري المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تهديكم المنصة العالمية للإلهام زايد الملهم. أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان. شكرا. تجسيدا لرمز الإلهام باني دولة الإمارات العربية المتحدة وملهمها المغفور له بإذن الله تعالى زايد بن سلطان بن آل نهيان الله يرحمه. إن شاء الله تنطلق المنصة العالمية للإلهام والتي تقدمها دولة الإمارات أرض الإلهام الإنسانية لتكون موسوعة عالمية لكل القصص الملهمة من جميع أصقاع الأرض حتى تبقى مصدرا للإلهام البشري جميعا. تتشرف منصة الإلهام العالمية بدعوتكم لتصوير فيديو قصير عن قصة إلهامكم لضمها ونشرها عبر قنوات الإلهام. واقبلوا فائق الاحترام والتقدير المنصة العالمية للإلهام زايد الملهم. يا بختي يا بختي. وبالمناسبة الفنان المصري سمير غانم توفى الله يرحمه. الفن الجميل وأنا أحبه الله يرحمه. والله يصبر إن شاء الله بنات. أقول آمين يا أبو علي. آمين يا أبو. شو ساميهم؟ دنيا إيه؟ وإيمي مش... حافظهم جاز لك شو اسمه الماي الورد شقنا شقنا الماي الورد.
سؤال عاشوراء.